التعليقات على حسابك بانتيريس. اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل التعليقات على حسابك الخاص بانتيريس. سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها. سوف نأتي إلى الأسفل، نقوم بالضغط في الأسفل على هذه الخانة، ثم بعد ذلك سوف يأخذنا إلى نافذة حسابنا الخاص. نقوم بالضغط على 3 نقط في الأعلى، وبعد ذلك سوف نأتي إلى نافذة حسابنا الخاص. نقوم بالضغط على الإعدادات في هذا الخيار، ثم نأتي إلى نافذة الإعدادات الخاصة. نقوم بالضغط على الإشعارات هنا، وبعد ذلك سوف نأتي إلى علب بنتريس. نقوم بالضغط على هذه الخانة هنا، ثم سوف يأخذنا إلى إشعارات بنتريس. ثم نأتي إلى هنا كومنت في الخيار الأول، نقوم بإلغاء تفعيلها من خلال الضغط على العلامة السوداء. وهنا كما تروا أصبحت باللون الأبيض، يعني تم إلغاء تفعيل كومنت أو يعني التعليقات على حسابك الخاص بانتيريس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.